السلام عليكم، حياكم الله. معنا في المحاضرة الخامسة، راح نتكلم فيها مثل ما قلنا من أحد محاولنا أنك تلم بالوظائف اللي صعبة تكون عن بعد، وهي وظائف طبعا يعني محدودة ومعروفة إلى حد ما. طبعا الوظائف حصلناها تقريبا في أربع نطاقات أو أربع وظائف، اللي هي مثلا اللي تحتاج تواصل شخصي وجها لوجه. مثلا الطبيب على سبيل المثال يحتاج أنه يكشف على المريض ويشيك على صحته، وأن يكون بدنيا وجسديا متواجد في أحيان كثيرة، مثلا طبيب الأسنان، الطبيب الباطنية، أو الطب بصورة عامة. فيستلزم أنه يكون المريض موجود حتى يتم علاجه وإعطاء يعني والتعاطي معه، فيكون هذا التواصل شخصي ويكون التواصل وجها لوجه بحكم طبيعة العمل اللي يستلزمها الموضوع هذا. طبعا من بعد الوظائف المعروفة صعوبتها والمعروفة أنها تكون عن بعد، اللي هي وظيفة رجل الأمن. يعني رجل الأمن أو السكيورتي لازم أن يكون متواجد في المكان المطلوب الحماية والحراسة. فهذه من أيضا الوظائف الصعبة تكون عن بعد، ولابد من تواجد الحراسة الأصول أو حراسة المكان في مغر الشركة. طبعا في المجال التقني أيضا والمجال المصانع والمجال الصناعات أيضا، يعني بعض المعدات تحتاج تشغيل الفعلي للمعدات أو لمركبات خاصة أو غيرها من الأصول الموجودة في موقع العمل. طبعا بعض المعدات تستلزم مشغل خاص يكون موجود يعرف يشغلها ويشرف عليها، وأيضا يعني ممكن صيانتها في حالة عطلها لما لها من أهمية في المصنع أو في مثلا بعض محطات التوليد أو محطات الإنتاج أو محطات تحلية المياه أو من الأمور هذه. فهذه أيضا من الوظائف الصعبة أن تخليها عن بعد. طبعا في بعض في أيضا الوظائف التعامل مباشر مع مواد، مثلا في بعض المختبرات الطبية أو المختبرات اللي تكون مثلا في الجمارك، أو مختبرات تكون في أماكن عمل تستلزم أن فحص المواد هذه والتشيك عليها. فهذا أيضا من الأعمال اللي تكون يعني صعبة أن تكون عن بعد، فلابد من تواجد محضر المختبر أو الرجل الذي يختبر هذه المادة في مكان وفي مقر العمل حتى يعطي النتيجة لهذه المادة. هذه طبعا بعض الأعمال، وممكن في أعمال ما يمكن أنتم أكثر المال فيها صعبة أن تكون يعني ندرجها في العمل عن بعد، ولكن يعني في أغلب الأعمال في محدودية. أيضا التطور التكنولوجي أيضا ساعد في أمور كثيرة جدا في أنه يخلص من الأعمال اللي ما تحتاج أنها تكون عن بعد. وشكرا للجميع.